السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الكرام، درس جديد. اليوم راح نكمل درسنا اللي أخذناه الدرس الماضي، اللي هو la forme négative. بالفيديو الماضي تحدثنا عن صيغة النفي. اليوم راح نكمل، راح نأخذ خطوات رئيسية، معلومات جدا قيمة وهامة، أساسيات النفي كاملة، الأغلب يعني نسبة كبيرة جدا راح تكون إن شاء الله في هذا الدرس. درس قيم جدا، أتمنى منكم تتابعونه للأخير، في معلومات قيمة ومهمة إن شاء الله راح نعطي ملاحظة هامة أولى طبعا راح ناخذها خلال هذا الدرس. الدرس الماضي تكلمنا عنها، اليوم نرجع لها مرة ثانية نوضحها أكثر. أن إن دي أدوات النكرة، تحول هذه الأدوات إلى دو في حالة النفي، تحول هذه الأدوات في حالة النفي إلى دو، تحول إكزامبل. الدرس الماضي تكلمنا عن هذه الفكرة، اليوم نعيدها مرة ثانية لأنه في ملاحظات ثانية تتعلق بها إن شاء الله. طبعا ناخذ اكزامبل، تو يا ديليفر، هل لديك كتب؟ الجواب نو جو ني با دو ليفر، ليس لدي كتاب. طبعا هنا نحذف الاس، نو لا جو ني با دو ليفر، ليس لدي كتاب. كل مثال اخر وملاحظه هامه جديده، تتحول ادوات النكرة أن إن دي ممكن تتحول، مو شرط تتحول إلى دو. نلغي با، نستخدم في الحالة هاي أداة نفي جديدة نو أو كان، ممكن نستخدم أو كان للمذكر، يكين للمؤنث. مثال ننتبه لهذا المثال، تو يا ديليفر، تو يا ديليفر، هل لديك كتب؟ الجواب نو لا، هي أول شيء نستخدمها طبعا في النفي، نو لا جو ني اوكان ليفر، جو ني اوكان ليفر، ليس لدي أي كتاب. هنا ما استخدمنا با دو، استخدمنا اوكان. ملاحظة هامة جديدة عن أدوات النكرة، اليوم كثيرا ملاحظات عن أدوات النكرة، فحبيت بداية الدرس نتذكر الملاحظة اللي أخذناها الدرس الماضي الأخيرة في الدرس الأول للنفي ونكمل. أدوات النكرة أن إن دي إذا سبقت بفعل إيتر منفي، يعني هذا الفعل يكون فعل إيتر منفي مصرف يعني ومنفي، لا تحذف هذه الأدوات، هنا لا يمكن حذفها وتبقى كما هي. لاحظ لدينا إكزامبل، سيتان ليفر، هل هو كتاب؟ سيتان ليفر، إنه كتاب. الجواب نو سو ني با ان ليفر، انه ليس كتابا. لاحظوا طلابي ومشاهدين ومتابعين الاعزاء، متابعي قناه فوتر فرانسي، هنا لم نحذف اداه النكره رغم انها سبقت بنفي بحسب القاعده الرئيسيه، لم نحذفها. السبب لماذا؟ قلنا اذا سبقت بفعل ايتر منفي لا تحذف سو ني با ان ليفر، سو ني با ان ليفر، انه ليس كتاب. ننتقل إلى أدوات التجزئة، دو دولا دو إلى بوستروف دي، ماذا نفعل بالنسبة لهذه الأدوات إذا أتت بعد الفعل تمام وسبقت بنفي؟ تتحول هذه الأداة دو دولا دو إلى بوستروف دي إلى دو في حالة النفي، تتحول إلى دو في حالة النفي. نأخذ example، تو بوا دو تي، هل تشرب الشاي؟ الجواب نو لا جو نو بوا با دو تي، انا لا اشرب الشاي، انا لا اشرب الشاي. لاحظوا استخدمنا لو با اللي اخذناها في الدرس السابق، الدرس السابق اخذنا القاعده الرئيسيه انه لنفي اي جمله نستخدم نو بوا نو با، فهنا نو لا جو نو بوا با دو تي، انا لا اشرب الشاي. فلاحظوا هنا حولنا الأداة الجزئية دي إلى دو. ننتقل إلى ظروف الإثبات، كيلكان، أحد ما، تلمونت، الجميع. إذا رأينا هذه الكلمات كيف ننفيها؟ إذا رأينا هذه الكلمات كيف ننفيها؟ ننفيها بالشكل التالي، نستخدم نو بيرسو، لا أحد. كيلكان، أحد ما، تلمونت، الجميع، نستخدم نو بيرسو، نو نو طبعا ما ننسى دوما أفان لو فيرب قبل الفعل، بيرسون أبري لو فيرب بعد الفعل.
example, ننتقل إلى مثال عن هذه الأدوات. Tu vois quelqu'un dans la rue. هل رأيت أحد ما في الشارع؟ هل رأيت quelqu'un أحد ما dans la rue في الشارع؟ الجواب No, لا. Je ne vois personne. Je ne vois personne. أنا لم أرى أحدا. إذا لاحظوا كيف نفينا هذه الأداة أو هذا الظرف، ظرف الإثبات quelqu'un. Tu vois quelqu'un. هل رأيت سميلا adverb d'affirmation، يعني ظرف إثبات، سميها لا فورم افيرماتيف، صيغة الإثبات، وهذه الصيغة نسميها لا فورم نيجاتيف، صيغة النفي اون فرونسي في اللغة الفرنسية. فلاحظوا كيف نفينا هذه الجملة، قلنا تو فوا كيلكان دان لا رو، هل رأيت أحد ما في الشارع؟ نو، لا، جو نو فوا با، جو نو فوا بيرسون، ديزولي، لم أرى أحدا. ننتقل إلى مثال آخر، طبعا تو المونت، تو الموند او كيلكان، حتى اذا اجت بدايه الجمله نفيه عن بنفس الطريقه، تمام. تو الموند اي كونتون، هل جميع الناس، الجميع سعيد؟ تو الموند اي كونتون، الجواب نو، لا، بيرسون ني كونتون، لا احد سعيد. طبعا هنا حذفنا تو الموند، هنا جت كفاعل، جت يعني جت في بدايه الجمله، تمام، فهي كفاعل. كيف نفيناها؟ استخدمنا بيرسون ني، إن أبوستروف جاء بعدها صبت. بيرسون ني كونتون، لا أحد سعيد. إلى مثال آخر، مو شرط طبعا يكون عندي كلكان أحد ما، أو يكون عندي كلمة تول موند الجميع لتدل على شخص، ممكن الكلمة نفسها تدل على شخص. فوز ايدي لي بوفر، هل ساعدتم الفقراء؟ يعني أي كلمة تدل على بيرسون، أشخاص، حتى لو كانت كلمة استفهامية، حتى لو كانت كلمة استفهامية، أو كي فا أليكول، ديزولي، من يذهب إلى المدرسة، كيف ننفيها؟ بيرسون نو فا أليكول، لا أحد ذهب إلى المدرسة، مو شرط، أي كلمة تدل على عاقل وبدنا ننفيها، ممكن نستخدم، ممكن نستخدم، طبعا نستخدم نو بيرسون أو بيرسون نو إذا كانت كفاعل. Vous aidez les pauvres، هل ساعدتم الفقراء؟ لاحظوا طلاب الكرام كيف ننفي هذه الجملة، هل ساعدتم الفقراء؟ الإجابة نو، لا، نو نيدون بيرسون، نحن لم نساعد، طبعا هنا في نحن لم نساعد أي شخص. نكمل الملاحظات القيمة في درس النفي، نكمل ظروف الإثبات. Adverbe d'affirmation، toujours، دائما، quelquefois، أحيانا، encore، ما زال، déjà، مسبقا، quelquefois. كيف ننفي؟ نستخدم no jamais، لا مطلقا، وتعني النفي في السابق وفي الحاضر، تمام. no jamais يعني ما هالشي ما صار، لا في السابق، في زمن سابق، فرق عن البلوس، ولا صار في الوقت الحالي. أما بلوس تنفي أنه هذا الشيء ممكن كان سابق حصل، بس بالمستقبل لن يحصل أبدا. وراح ناخذ مثال دونك. Vous allez souvent à l'école. Vous allez souvent à l'école. هل تذهبون دائما إلى المدرسة؟ غالبا، ديزولي، وليس دائما. No. Je ne vais jamais. أنا لا أذهب مطلقا. طبعا هاي ممكن تكون بور لا بوليتيس، بعض الطلاب راح يتفاجئ يقول لي طيب كيف حولنا الفو الى جو؟ ممكن نحول الى جو في حال كان الصيغه تدل على البوليتيس، الادب. ما بدنا من طلابنا الكرام يقلقون ابدا ابدا، لانه اذا جاءنا اختياري ممكن، يعني اذا سالنا بالفو تدل على الاحترام، مو شرط يكون عندي النو، مو شرط يكون عن، يعني ممكن واحدة من الحالتين، يا اما يكون عندي الجواب بنو وهو يكون صح، يا اما يكون اذا كانت جمل طبعا الاختياري، يا اما يكون الجواب بجو. اذا كان بجو تدل على البوليتس، الادب، نحن جاي نسال شخص احتراما فيجاوبنا جو. هل حضراتكم تذهبون غالبا؟ ممكن نسال مدرس. Vous allez souvent à l'école، هل تذهبون غالبا الى المدرسة؟ يجاوبني نو، لا، je ne vais jamais، انا لا اذهب مطلقا ابدا. بينما ممكن نسأل مجموعة، نقول لهم
Vous allez souvent à l'école? هل تذهبون غالبا إلى المدرسة؟ الجواب لا nous n'allons jamais. طبعا مو مكتوبة. نحن لا نذهب مطلقا مجموعة. إذا ملاحظات. نحن أي ملاحظة مهمة قيمة إن شاء الله ما راح نضيعها عليكم، بس تابعونا وإن شاء الله تشوفون شغل مميز جدا جدا، بس صبر شوي على القناة لأنها ما صار لها شيء مؤسس إن شاء الله وتكون مميزة بشكل. راح ناخذ أمثلة أخرى. Vous allez toujours à l'école؟ هل تذهبون دائما إلى المدرسة؟ الجواب لاحظ نو جو نو في جامي، أنا لا أذهب مطلقا. استخدمنا السوفان الجامي لم يمشس. ظروف الإثبات بارتو في كل مكان، كلكا بار في مكان في مكان ما. طبعا كيف ننفيها؟ نو نيل بار، نو نيل بار، ولا في أي مكان. ناخذ إكزامبل. Vous cherchez partout؟ هل تبحثون في كل مكان؟ الجواب نو لا نو نو شيرشون نيل بار، نحن لم نبحث في أي مكان. طبعا هنا استخدمنا بار، لم نبحث في أي مكان. طبعا ننتقل لحالة جديدة. الحالة الجديدة هي النفي بحالة العطف، في حال كان عندي عطف بالجملة. النفي بحالة العطف يعني في حال كان عندي أداة إيه وتعني و أو أو وتعني أو. كيف ننفي في هذه الحالة؟ ننفي الجملة بالطريقة التالية. نضع ن avant le verb قبل الفعل، avant le verb. نضع ني أيضا قبل الفعل، قبل الاسم الأول، الاسم المعطوف الذي المعطوف عليه الذي يسبق، تمام، الذي يسبق أدوات النفي إيه أو أو. ونضع ني أيضا، ونضع نو ني وبعدها يأتي نو اسم. إكزامبل مثال. تو مانج إن بوم إي أن دوسير، هل تأكل تفاحة وحلوى إي أن دوسير وقطعة حلوى؟ لاحظوا كيف نفعل الجملة. نو لا جو نو مانج، أنا لا أكل، حذفنا أداة النفي. ني بوم لا تفاحة، هنا طبعا الفعل مانج منتهي تغير معنا الفاعل أوتوماتيكمو، تغير معنا تصريف الفعل. جو نو مانج، أنا لا أكل ني بوم لا تفاحة ولا حلوى. طبعا هنا حذفت أدوات النكرة، حتى في حالة العطف نحذف أدوات النكرة. ننتقل إلى حالة جديدة. طبعا النفي بحالة العطف ملاحظة جديدة بالنسبة لأدوات المعرفة والإشارة والملكية. في حالة النفي هذه الأدوات لا تحذف، لا تحذف أدوات المعرفة والإشارة والملكية في حال النفي. نو بلس فيرب ني، طبعا نضع الأداة نوم ني ونضع مثال. تو مانج سيت بوم au sous de serre. Tu manges cette pomme au sous de serre. هل ستأكل هذه التفاحة أم sous de serre هذه الحلوى؟ الجواب نو لا je ne mange، أنا لا أكل ni cette pomme، لا هذه التفاحة ni sous de serre ولا هذه الحلوى. لاحظوا هنا لم نحذف أدوات الإشارة. إذا أدوات الإشارة، أدوات الملكية، أدوات الإشارة وأدوات الملكية وأدوات المعرفة في حالة العطف لا تحذف. نكون اليوم أنهينا درس النفي. إن شاء الله في درس، ممكن يكون في درس أخير عن النفي، في دروس عن النفي إضافية. أتمنى أنه يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. لا تنسون دعم القناة مشان دوما نظل متابعين إن شاء الله، وننزلكم الأشياء المفيدة والأشياء اللي راح تسركم إن شاء الله. ادعمونا بتعليق، بإعجاب بالقناة، ما تنسون تفعلون الجرس بالنسبة للمشتركين الجداد حتى يصلكم إن شاء الله كل الدروس المهمة في اللغة الفرنسية. نحن في الفترة هاي جلسنا في بيوتنا يعني كلياتنا، والهدف طبعا لازم نتعلم، لازم نتعلم شلون أنه أنا لحالي أنه أبحث عن العلم، شلون أنا أتعلم لحالي، ممكن التعلم الذاتي. أبحث اليوم اليوتيوب مثل ما في أشياء ملهية
لا فائدة منها، هنالك أشياء مفيدة، هنالك علم، هنالك معرفة. نحن جاهزين إن شاء الله دوما لنشر هذا العلم. موفقين طلاب الكرام، موفقين متابعينا الكرام، موفقين محبي اللغة الفرنسية. بون شانس، موفقين.